السلام عليكم ابنائي بناتي، اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال خبزو او زروبيه باللحم ان شاء الله، اللحم والزيتون والمسير والثومه، مثلا لا بصله لا مطيشه، كتجي رائعه. اللي ما يبغيش خبزو اي ولي يبغي وراكم معايا. نضيف الثوم، نخليه يتقلى على خاطرو، صافي بعد ما تقلى مزيان ناخذ واش قدر الملح، شويه ديال الملح ما عرفش ما شوف بزاف، نجيب هكا ديال الكمون وناخذ شويه بزاف وندير فوق اللحم، صافي ونمرق يا بسم الله. نخليه يطيب على خاطرو، حيت هاد اللحم ديال العجل كيبغي يطيب ديال العجلة. هاني رجعت معكم أبنائي بناتي، بعد ما طابت اللحمة ديالنا هيا طيبتها طيبة مزيان، نضيفو عليها هاد الجزر او خيزو او الزروديه، كل واحد يسميه كي بغا. نزيدو المصير ولا اللحم، هذا اللحم مرقد، حيت المصير هو اللي كيندار في الطنجيه كيكون مرقد في الملح، هذا مرقد في الملح، حتى الاخر مرقد في الملح، غير الاخر كي يكون قديم شويه على هذا المصير. نزيدوه صافي ونخليو خزو حتى يطيب وراني معكم ان شاء الله. هاني رجعت معكم ابنائي بناتي، بعد ما طاب الجزر هنا هذا الزيتون درتو يغلي، صافي نطفي عليه واحد جوج دقائق، نصفيه هنا صافي. نضيفو لهاد المرقة ديالنا، نزيد معدنوس صافي، ومن بعد نزيد هاد شويه زيت الزيتون عاشق صافي، ونغطي عليه واحد 5 دقائق، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. صافي رجعت معكم كي طابت، ودوك نتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله، وراكم معايا. هاني رجعت معكم ابنائي بناتي في الطبق النهائي، وغادي بنينه غيجربوها بزاف، غادي فنه لذيذه على خاطر خيزو حلو وكنزيدو معاه المصير مالح زيتون مالح، وكيجي واحد لوغو مخير. بصحه وراحه، مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله ابنائي بناتي، الله يحفظكم كاملين يا ربي.